بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلام. باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. حدثني عقبة بن مكرم حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن مرزوق حدثنا روح حدثنا ابن جريج اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عثمان بن حكيم عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابيه قال قال ابو طلحه كنا قعودا بالافنيه نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا انما قعدنا لغير ما بأس. قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابيتم الا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حقه قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا عبد العزيز بن محمد المدني حا وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا ابن ابي فديك عن هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن اسلم. بهذا الإسناد. باب من حق المسلم للمسلم رد السلام. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس حا وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس تجب للمسلم على اخيه رد السلام وتشميت العاطس واجابه الدعوه وعياده المريض واتباع الجنائز قال عبد الرزاق كان معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري واسنده مره عن ابن المسيب عن ابي هريره حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست قيل ما هن يا رسول الله قال اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فسمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؟ حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن عبيد الله بن أبي بكر، قال سمعت أنسًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حا. وحدثني إسماعيل بن سالم حدثنا هشيم أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر عن جده أنس بن مالك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حا وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لهما. قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا: وعليكم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر، واللفظ ليحيى بن يحيى، قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر، عن عبد الله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم: السام عليكم، فقل عليك. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فقولوا: وعليك. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت استاذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم فقالت عائشه بل عليكم السام واللعنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. حدثناه حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت عليكم ولم يذكر الواو حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه قالت اتى النبي صلى الله عليه وسلم اناس من اليهود فقالوا السام عليك يا ابا القاسم قال وعليكم قالت عائشه قلت بل عليكم السام والذام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لا تكوني فاحشه فقالت ما سمعت ما قالوا فقال اوليس قد رددت عليهم الذي قالوا قلت وعليكم حدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبرنا يعلى بن عبيد حدثنا الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال ففطنت بهم عائشه فسبتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه يا عائشه فإن الله لا يحب الفحش والتفحش وزاد فأنزل الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله إلى آخر الآية حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سلم ناس من يهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا ابا القاسم فقال وعليكم فقالت عائشه وغضبت الم تسمع ما قالوا قال بلى قد سمعت فرددت عليهم وانا نجاب عليهم ولا يجابون علينا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قالا حدثنا وكيع عن سفيان، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير، كلهم عن سهيل بهذا الإسناد، وفي حديث وكيع: إذا لقيتم اليهود، وفي حديث بن جعفر عن شعبة، قال: في أهل الكتاب وفي حديث جرير: "إذا لقيتموهم ولم يسمِ أحدا من المشركين". باب استحباب السلام على الصبيان حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على غلمان فسلم عليهم. وحدثنيه اسماعيل بن سالم اخبرنا هشيم اخبرنا سيار بهذا الاسناد. وحدثني عمرو بن علي ومحمد بن الوليد. قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سيار. قال كنت امشي مع ثابت البناني فمر بصبيان فسلم عليهم. وحدث ثابت انه كان يمشي مع انس. فمر بصبيان فسلم عليهم وحدث انس انه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم باب جواز جعل الاذن رفع الحجاب او نحوه من العلامات حدثنا ابو كامل الجحدري وقتيبه بن سعيد كلاهما عن عبد الواحد واللفظ لقتيبه حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحسن بن عبيد الله حدثنا ابراهيم بن سويد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنك علي ان يرفع الحجاب وان تستمع سوادي حتى انهاك وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا عبد الله بن ادريس عن الحسن بن عبيد الله بهذا الاسناد مثله باب اباحه الخروج للنساء لقضاء حاجه الانسان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وانه لا يتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله اني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحي اليه ثم رفع عنه وان العرق في يده ما وضعه فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. وفي رواية أبي بكر: يفرع النساء جسمها، زاد أبو بكر في حديثه، فقال هشام: يعني البراز. وحدثناه أبو كُريب، حدثنا ابن نُمير، حدثنا هشام بهذا الإسناد، وقال: وكانت امراه يفرع الناس جسمها قال وانه ليتعشى وحدثنيه سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن هشام بهذا الاسناد حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشة أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة؟ حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الله عز وجل الحجاب. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب بهذا الاسناد نحوه. باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها. حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر. قال يحيى اخبرنا وقال ابن حجر حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن جابر حا وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد وحيوة بن شريح وغيرهم، أن يزيد بن أبي حبيب حدثهم بهذا الإسناد مثله. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، قال: وسمعت الليث بن سعد يقول: الحمو أخو الزوج، وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو حا وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. فدخل ابو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فراهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم ار الا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد براها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مع احدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانه فقال يا رسول الله من كنت اظن به فلم اكن اظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال: شيئا. وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرنا علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اخبرته انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعه ثم قامت تنقلب وقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ثم ذكر بمعنى حديث معمر غير انه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ولم يقل يجري. باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل نفر ثلاثه فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما احدهما فراى فرجه في الحلقه فجلس فيها واما الاخر فجلس خلفهم واما الثالث فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثه اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه. وحدثنا احمد بن المنذر حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب وهو ابن شداد حا وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا حبان حدثنا ابان قالا جميعا حدثنا يحيى بن ابي كثير. أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه في هذا الإسناد بمثله في المعنى. باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا بن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى وهو القطان حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له حدثنا محمد بن بشر وابو اسامه وابن نمير قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا أيوب حا وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا روح حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعه قال في يوم الجمعه وغيرها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن احدكم اخاه ثم يجلس في مجلسه وكان ابن عمر اذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه وحدثناه عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بهذا الاسناد مثله. وحدثنا سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن احدكم اخاه يوم الجمعه ثم ليخالف الى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا باب اذا قام من مجلسه ثم عاد فهو احق به وحدثنا قتيبه بن سعيد اخبرنا ابو عوانه وقال قتيبه ايضا حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد كلاهما عن سهيل عن ابيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم وفي حديث أبي عوانة من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حا، وحدثنا أبو كُريب حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام حا، وحدثنا أبو كُريب أيضا واللفظ هذا، حدثنا ابن نُمير حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت فقال لاخي ام سلمه يا عبد الله بن ابي اميه ان فتح الله عليكم الطائف غدا فاني ادلك على بنت غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يدخل هؤلاء عليكم وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، فكانوا يعدونه من غير أولي الإرباح. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه، وهو ينعت امرأة. قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت فحجبوه. باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني حدثنا أبو أسامة عن هشام أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكنا نسوة الصدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ثم قال: اخ اخ ليحملني خلفه. قالت: فاستحييت وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفتني سياسة الفرس، فكأنما أعتقتني. حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه قال ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك قالت إني إن رخصت لك أبا ذاك الزبير فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك، فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب، فبعته الجارية، فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها. باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وابن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد كلهم عن عبيد الله حا وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور حا وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. باب الطب والمرض والرقى حدثنا محمد بن ابي عمر المكي حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن اسامه بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان اذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نظرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وحجاج بن الشاعر، وأحمد بن خراش. قال عبد الله أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا مسلم بن إبراهيم. قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، واذا استغسلتم فاغسلوا. باب السحر حدثنا ابو كريب حدثنا ابن نمير عن هشام عن ابيه. عن عائشه قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الاعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعله حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشه اشعرت ان الله افتاني فيما استفتيته فيه جاءني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسي للذي عند رجلي او الذي عند رجلي للذي عند راسي ما وجع الرجل قال مطبوب قال من طبه قال لبيد بن الاعصم قال في اي شيء قال في مشط ومشاطه قال وجب طلعه ذكر قال فاينه قال في بئر ذي اروان قالت فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في اناس من اصحابه ثم قال يا عائشه والله لكان ماءها نقاعه الحناء ولكان نخلها رؤوس الشياطين قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته قال لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير وقال فيه: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل، وقالت: قلت يا رسول الله: فأخرجه، ولم يقل: أفلا أحرقته؟ ولم يذكر: فأمرت بها فدفنت. باب السم، حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبه عن هشام بن زيد عن انس ان امراه يهوديه اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه مسمومه فاكل منها فجيء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالها عن ذلك فقالت اردت لاقتلك قال ما كان الله ليسلطك على ذاك قال أو قال: علي. قال, قال قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، سمعت هشام بن زيد، سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم. ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد. باب استحباب رقية المريض. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير واللفظ له: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الاعلى. قالت فذهبت انظر فاذا هو قد قضى. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب. قالا حدثنا ابو معاويه حا وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة مسحه بيده. قال وفي حديث الثوري مسحه بيمينه. وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الاعمش، قال فحدثت به منصورا فحدثني عن ابراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا ابو عوانة عن منصور. عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول أذهب الباس رب الناس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وفي رواية أبي بكر فدعا له وقال وانت الشافي وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي عوانه وجرير وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقيه اذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له الا انت وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله باب رقية المريض بالمعوذات والنف حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض احد من اهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت انفث عليه وامسحه بيد نفسه لانها كانت اعظم بركه من يدي وفي رواية يحيى بن ايوب بمعوذات. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وامسح عنه بيده رجاء بركتها وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس ح وحدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر ح وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا روح ح وحدثنا عقبه بن مكرم واحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج اخبرني زياد كلهم عن ابن شهاب باسناد مالك نحو حديثه وليس في حديث احد منهم رجاء بركتها الا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده باب استحباب الرقيه من العين والنمله والحمه والنظره حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال سالت عائشه عن الرقيه فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الانصار في الرقيه من كل ذي حمى. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن مغيره عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الانصار في الرقيه من الحمى. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن ابي عمر واللفظ لابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن عمره عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت به قرحه او جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم باصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة: يشفى، وقال زهير: ليشفى سقيمنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بكر وابو كريب واللفظ لهما حدثنا محمد بن بشر عن مسعر حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامرها ان تسترقي من العين. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي حدثنا مسعر بهذا الاسناد مثله وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني ان استرقي من العين وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى قال رخص في الحمة والنملة والعين وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث حدثني أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا محمد بن حرب حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها يعني بوجهها صفرة. حدثني عقبة بن مكرم العمي، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجه قالت لا ولكن العين تسرع اليهم قال ارقيهم قالت فعرضت عليه فقال ارقيهم وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عباده حدثنا بن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول ارخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقيه الحيه لبني عمرو قال ابو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله ارقي قال من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل وحدثني سعيد بن يحيى الاموي حدثنا ابي حدثنا ابن جريج بهذا الاسناد مثله غير انه قال فقال رجل من القوم ارقيه يا رسول الله ولم يقل ارقي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى. قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقي من العقرب. فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو معاويه، حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله انه كانت عندنا رقيه نرقي بها من العقرب وانك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال ما ارى باسا من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه باب لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك حدثني ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير، عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقران والاذكار. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فان سيد الحي لديغ او مصاب فقال رجل منهم نعم فاتاه فرقاه بفاتحه الكتاب فبرا الرجل فاعطي قطيعا من غنم فابى ان يقبلها وقال حتى اذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت الا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال: وما ادراك انها رقية، ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. حدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي بشر بهذا الاسناد: وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال نزلنا منزلا فاتتنا امراه فقالت ان سيد الحي سليم لدغ فهل فيكم من راق فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقيه فرقاه بفاتحه الكتاب فبرا فاعطوه غنما وسقونا لبنا فقلنا اكنت تحسن رقيه فقال ما رقيته الا بفاتحه الكتاب قال فقلت لا تحركوها حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه انها رقيه اقسموا واضربوا لي بسهم معكم وحدثني محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام بهذا الاسناد نحوه غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. حدثنا يحيى بن خلف الباهلي، حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني حدثناه محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابو اسامه كلاهما عن الجريري عن ابي العلاء عن عثمان بن ابي العاص انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله ولم يذكر في حديث سالم بن نوح ثلاثا. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن سعيد الجريري حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن ابي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله ثم ذكر بمثل حديثهم باب لكل داء دواء واستحباب التداوي حدثنا هارون بن معروف وابو الطاهر واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل حدثنا هارون بن معروف وأبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال لا ابرح حتى تحتجم فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء حدثني نصر بن علي الجهضمي حدثني ابي حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم بن عمر بن قتاده قال جاءنا جابر بن عبد الله في اهلنا ورجل يشتكي خراجا به او جراحا فقال ما تشتكي قال خراج بي قد شق علي فقال يا غلام ائتني بحجام فقال له ما تصنع بالحجام يا ابا عبد الله قال اريد ان اعلق فيه محجما قال والله ان الذباب ليصيبني او يصيبني الثوب فيؤذيني ويشق علي فلما راى تبرمه من ذلك قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شرطه محجم او شربه من عسل او لذعه بنار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما احب ان اكتوي قال فجاء بحجام فشرطه فذهب عنه ما يجد حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر ان ام سلمه استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلاما لم يحتلم. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب. قال يحيى: واللفظ له: أخبرنا. وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير حا وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، ولم يذكرا فقطع منه عرقا. وحدثني بشر بن خالد، حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة. قال: سمعت سليمان، قال: سمعت أبا سفيان، قال: سمعت جابر بن عبد الله، قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله. فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر، حا وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص. ثم ورمت فحسمه الثانيه حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان بن هلال حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعط وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب، قال أبو بكر: حدثنا وكيع، وقال أبو كُريب واللفظ له: أخبرنا وكيع، عن مسعر، عن عمرو بن عامر الأنصاري، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يظلم أحدا أجراه. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شده الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء وحدثني هارون بن سعيد الايلي اخبرنا ابن وهب حدثني مالك حا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فاطفئوها بالماء. حدثنا احمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حا وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له حدثنا روح حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا خالد بن الحارث وعبده بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الاسناد مثله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن فاطمه عن اسماء انها كانت تؤتى بالمراه الموعوكه فتدعو بالماء فتصبه في جيبها وتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. وحدثناه أبو كُريب حدثنا ابن نُمير وأبو أسامة عن هشام بهذا الإسناد، وفي حديث ابن نُمير: صبت الماء بينها وبين جيبها، ولم يذكر في حديث أبي أسامة أنها من فيح جهنم. قال أبو أحمد: قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر. حدثنا ابو اسامه بهذا الاسناد حدثنا هناد بن السري حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحمى فور من جهنم فبردوها بالماء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وابو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابيه عن عبايه بن رفاعه حدثني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فبردوها عنكم بالماء ولم يذكر ابو بكر عنكم وقال قال اخبرني رافع بن خديج باب كراهه التداوي باللدود حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشه قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس، فإنه لم يشهدكم. باب التداوي بالعود الهندي، وهو الكست. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن ابي عمر واللفظ لزهير قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس بنت محصن اخت عكاشه بن محصن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه قالت ودخلت عليه بابن لي قد اعلقت عليه من العذره فقال علامه تدغرن اولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فان فيه سبعه اشفيه منها ذات الجنب يسعط من العذره ويلد من ذات الجنب. وحدثني حرمله بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس بن يزيد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان ام قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الاول اللاتي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اخت عكاشة بن محصن أحد بني أسد بن خزيمة، قال: أخبرتني أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وقد أعلقت عليه من العذرة، قال يونس: أعلقت غمزت، فهي تخاف أن تكون به عذرة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تدغرن اهتدغرن أولادكن بهذا الإعلاق عليكم بهذا العود الهندي يعني به الكست فإن فيه سبعة أشفية من هذا الجنب قال عبيد الله وأخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على بوله ولم يغسله غسلا. باب التداوي بالحبة السوداء حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريرة اخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة، قال أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل وفي حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشنيز وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من داء الا في الحبه السوداء منه شفاء الا السام باب التلبينه مجمه لفؤاد المريض حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن الا اهلها وخاصتها امرت ببرمه من تلبينه فطبخت ثم صنع ثريد، فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب بعض الحزن. باب التداوي بسقي العسل حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه ثم جاءه فقال إني سقيته عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاً. فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، فسقاه فبرأ. وحدثنيه عمرو بن زراره اخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن سعيد عن قتاده عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي عرب بطنه فقال له اسقه عسلا بمعنى حديث شعبه. باب الطاعون والطيره والكهانه ونحوها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن المنكدر وابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه سمعه يسال اسامه بن زيد ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون فقال اسامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون رجز او عذاب ارسل على بني اسرائيل او على من كان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وقال ابو النضر لا يخرجكم الا فرار منه حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب وقتيبه بن سعيد قال اخبرنا المغيره ونسبه ابن قعنب فقال ابن عبد الرحمن القرشي عن ابي النضر عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن اسامه بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون ايه الرجز ابتلى الله عز وجل به ناسا من عباده، فإذا سمعتم به فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تفروا منه. هذا حديث القعنبي وقتيبة نحوه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر. عن عامر بن سعد عن اسامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا الطاعون رجز سُلط على من كان قبلكم او على بني اسرائيل فاذا كان بارض فلا تخرج منها فرارا منه واذا كان بارض فلا تدخلها حدثني محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أن عامر بن سعد أخبره أن رجلا سأل سعد بن أبي وقاص عن الطاعون، فقال أسامة بن زيد: أنا أخبرك عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عذاب أو رجز أرسله الله على طائفة من بني إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه وإذا دخلها عليكم فلا تخرجوا منها فرارا وحدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بإسناد بن جريج نحو حديثه حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عامر بن سعد عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، ثم بقي بعد بالأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى. فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن وقع بأرض وهو بها فلا يخرجنه الفرار منه. وحدثناه أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، حدثنا معمر عن الزهري بإسناد يونس نحو حديثه. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة، عن حبيب، قال: كنا بالمدينة، فبلغني أن الطاعون قد وقع بالكوفة، فقال لي عطاء بن يسار وغيره. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كنت بارض فوقع بها فلا تخرج منها واذا بلغك انه بارض فلا تدخلها قال قلت عمن قالوا عن عامر بن سعد يحدث به قال فاتيته فقالوا غائب قال فلقيت اخاه ابراهيم بن سعد فسالته فقال شهدت اسامه يحدث سعدا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الوجع رجز او عذاب او بقيه عذاب عذب به اناس من قبلكم فاذا كان بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها واذا بلغكم انه بارض فلا تدخلوها قال حبيب فقلت لابراهيم أنت سمعت أسامة يحدث سعدًا وهو لا ينكر؟ قال: نعم. وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه لم يذكر قصة عطاء بن يسار في أول الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ابراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمه بن ثابت واسامه بن زيد قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث شعبه وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير عن الاعمش عن حبيب عن ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص قال كان اسامه بن زيد وسعد جالسين يتحدثان فقالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم وحدثنيه وهب بن بقيه اخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت عن ابراهيم بن سعد بن مالك، عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن ابن الشهاب، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن عباس، ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام حتى اذا كان بسرغ لقيه اهل الاجناد ابو عبيده بن الجراح واصحابه فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام قال ابن عباس فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الاولين فدعوتهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لامر ولا نرى ان ترجع عنه وقال بعضهم معك بقيه الناس واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي الانصار فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: اني مصبح على ظهر، فاصبحوا عليه، فقال ابو عبيدة بن الجراح: افرارا من قدر الله فقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده وكان عمر يكره خلافه نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ارايت لو كانت لك ابل فهبطت واديا له عدوتان احداهما خصبه والاخرى جدبه اليس ان رعيت الخصبه رعيتها بقدر الله وان رعيت الجدبه رعيتها بقدر الله قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال ان عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه قال فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر بهذا الاسناد نحو حديث مالك وزاد في حديث معمر قال وقال له أيضا أرأيت أنه لو رعى الجدبة وترك الخصبة أكنت معجزة قال نعم قال فسر إذا قال فسار حتى أتى المدينة فقال هذا المحل أو قال هذا المنزل إن شاء الله وحدثنيه أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد غير انه قال ان عبد الله بن الحارث حدثه ولم يقل عبد الله بن عبد الله وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عمر خرج الى الشام فلما جاء سرغ بلغه ان الوباء قد وقع بالشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه فرجع عمر بن الخطاب من سرغ وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عمر إنما انصرف بالناس من حديث عبد الرحمن بن عوف. باب لا عدوى ولا طيره، ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا يورد ممرض على مصح. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لأبي الطاهر. قال أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس. قال ابن شهاب: فحدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامه فقال اعرابي يا رسول الله فما بال الابل تكون في الرمل كانها الظباء فيجيء البعير الاجرب فيدخل فيها فيجربها كلها قال فمن اعدى الاول وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا صفر ولا هامه فقال اعرابي يا رسول الله بمثل حديث يونس وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا ابو اليمان عن شعيب عن الزهري اخبرني سنان بن ابي سنان الدؤلي ان ابا هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى فقام اعرابي فذكر بمثل حديث يونس وصالح وعن شعيب عن الزهري قال حدثني السائب بن يزيد بن اخت نمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامه وحدثني ابو الطاهر وحرمله وتقارب في اللفظ قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد ممرض على مصح قال ابو سلمه كان ابو هريره يحدثهما كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صمت أبو هريرة بعد ذلك عن قوله لا عدوى وأقام على أن لا يورد ممرض على مصح قال فقال الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر قد سكت عنه كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك وقال لا يورد ممرض على مصح فما رآه الحارث في ذلك حتى غضب أبو هريرة فرطن بالحبشية. فقال للحارث أتدري ماذا قلت؟ قال لا قال أبو هريرة قلت أبيت قال أبو سلمة ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى، فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر. حدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني وعبد بن حميد، قال عبد حدثني، وقال الآخران: حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعد. حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ويحدث مع ذلك لا يورد الممرض على المصح بمثل حديث يونس حدثناه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر، حا، وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. وحدثني عبد الله بن هاشم بن حيان، حدثنا بهز. حدثنا يزيد وهو التستري حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر وحدثني محمد بن حاتم حدثنا روح بن عباده حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول وسمعت ابا الزبير يذكر ان جابرا فسر لهم قوله ولا صفر فقال ابو الزبير الصفر البطن فقيل لجابر كيف قال كان يقال دواب البطن قال ولم يفسر الغول قال ابو الزبير هذه الغول التي تغول باب الطيره والفال وما يكون فيه من الشؤم وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان ابا هريره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره وخيرها الفال قيل يا رسول الله وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد، حا، وحدثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد مثله. وفي حديث عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمعت وفي حديث شعيب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال معمر حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام بن يحيى حدثنا قتاده عن انس ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال الكلمه الحسنه الكلمه الطيبه وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه سمعت قتاده يحدث عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال قال قيل وما الفال قال: الكلمة الطيبة. وحدثني حجاج بن الشاعر، حدثني معل بن اسد، حدثنا عبد العزيز بن مختار، حدثنا يحيى بن عتيق، حدثنا محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، واحب الفال الصالح. حدثني زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن حمزه وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمراه والفرس وحدثنا ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزه وسالم بني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره وانما الشؤم في ثلاثه المراه والفرس والدار وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم وحمزه ابني عبد الله عن أبيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد، وزهير بن حرب عن سفيان عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب. عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد حا وحدثناه يحيى بن يحيى اخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا ابو اليمان اخبرنا شعيب كلهم عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشؤم بمثل حديث مالك لا يذكر احد منهم في حديث ابن عمر العدوى والطيره غير يونس بن يزيد وحدثنا احمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. وحدثني هارون بن عبد الله. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، ولم يقل: حق. وحدثني أبو بكر بن إسحاق، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا سليمان بن بلال، حدثني عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان الشؤم في شيء، ففي الفرس والمسكن والمراه. وحدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كان ففي المراه والفرس والمسكن يعني الشؤم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا الفضل بن دكين حدثنا هشام بن سعد عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثناه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا نأتي الكهان، قال: فلا تأتوا الكهان، قال: قلت كنا نتطير، قال: ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه، فلا يصدنكم. وحدثني محمد بن رافع، حدثني حجين يعني ابن المثنى، حدثنا الليث عن عقيل حا. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد. قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا شبابه بن سوار حدثنا ابن ابي ذئب حا وحدثني محمد بن رافع اخبرنا اسحاق بن عيسى اخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثل معنى حديث يونس غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن حجاج الصواف حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن ابي كثير، عن هلال بن ابي ميمونه، عن عطاء بن يسار، عن معاويه بن الحكم السلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري، عن ابي سلمه عن معاويه، وزاد في حديث يحيى بن ابي كثير قال: قلت ومنا رجال يخطون، قال: كان نبي من الانبياء يخط. فمن وافق خطه فذاك. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه، عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن الكهان كانوا يحدثوننا بالشيء فنجده حقا. قال: تلك الكلمة الحق يخطفها الجني، فيقذفها في أذن وليه ويزيد فيها مئة كذبة حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل وهو بن عبيد الله عن الزهري أخبرني يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن ابن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية معقل عن الزهري. حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد، قال حسن حدثنا يعقوب، وقال عبد حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب: حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا كنتم تقولون في الجاهليه اذا رمي بمثل هذا قالوا الله ورسوله اعلم كنا نقول ولد الليله رجل عظيم ومات رجل عظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه اذا قضى امرا سبح حمله العرش ثم سبح اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء الدنيا ثم قال الذين يلون حمله العرش لحمله العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال قال فيستخبر بعض اهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو عامر الأوزاعي حا وحدثنا أبو الطاهر وحرملة، قال أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس حا وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل يعني بن عبيد الله كلهم عن الزهري بهذا الإسناد غير أن يونس قال عن عبد الله بن عباس أخبرني رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار وفي حديث الأوزاعي ولكن يقرفون فيه ويزيدون وفي حديث يونس ولكنهم يرقون فيه ويزيدون وزاد في حديث يونس وقال الله حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وفي حديث معقل كما قال الاوزاعي ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون حدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا يحيى يعني بن سعيد، عن عبيد الله عن نافع عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، باب اجتناب المجذوم ونحوه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع. باب قتل الحياة وغيرها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وابن نمير عن هشام حا وحدثنا أبو كريب حدثنا عبدة حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ذي الطفيتين فانه يلتمس البصر ويصيب الحبل وحدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبرنا ابو معاويه اخبرنا هشام بهذا الاسناد وقال الابتر وذو الطفيتين وحدثني عمرو بن محمد الناقد حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الحيات وذا الطفيتين والابتر فانهما يستسقطان الحبل ويلتمسان البصر قال فكان ابن عمر يقتل كل حيه وجدها فابصره ابو لبابه بن عبد المنذر او زيد بن الخطاب وهو يطارد حيه فقال انه قد نهي عن ذوات البيوت وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بقتل الكلاب يقول اقتلوا الحيات والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والابتر فانهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالا قال الزهري ونرى ذلك من سميهما والله أعلم قال سالم قال عبد الله بن عمر فلبثت لا أترك حية أراها إلا قتلتها فبين أنا أطارد حية يوما من ذوات البيوت مر بي زيد بن الخطاب أو أبو لبابة وأنا أطاردها فقال مهلا يا عبد الله فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذوات البيوت. وحدثنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حا. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر حا. وحدثنا حسن الحلواني حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الاسناد غير ان صالحا قال حتى راني ابو لبابه بن عبد المنذر وزيد بن الخطاب فقالا انه قد نهى عن ذوات البيوت وفي حديث يونس اقتل الحيات ولم يقل ذا الطفيتين والأبتر. وحدثني محمد بن رمح أخبرنا الليث حا وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له حدثنا ليث عن نافع أن أبا لبابة تكلم ابن عمر ليفتح له بابا في داره يستقرب به إلى المسجد فوجد الغلمة جلد جان فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه. فقال أبو لبابة: "لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت". وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، حدثنا نافع، قال: "كان ابن عمر يقتل الحيات كلهن، حتى حدثنا أبو لبابة بن عبد المنذر البدري، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت فامسك حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله اخبرني نافع انه سمع ابا لبابه يخبر ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان وحدثناه اسحاق بن موسى الانصاري حدثنا انس بن عياض حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر عن ابي لبابه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله ان ابا لبابه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني نافع ان ابا لبابه بن عبد المنذر الانصاري وكان مسكنه بقباء فانتقل الى المدينه فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه يفتح خوخه له اذا هم بحيه من عوامر البيوت فارادوا قتلها فقال ابو لبابه انه قد نهي عنهن يريد عوامر البيوت وامر بقتل الابتر وذي الطفيتين وقيل هما اللذان يلتمعان البصر ويطرحان اولاد النساء وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا محمد بن جهضم حدثنا اسماعيل وهو عندنا ابن جعفر عن عمر بن نافع عن ابيه قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم الله فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه. قال ابو لبابه الانصاري إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة أن نافعًا حدثه أن أبا لبابة مر بابن عمر، وهو عند الأطم الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حيه بنحو حديث الليث بن سعد. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كُريبٍ وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ ليحيى. قال يحيى وإسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد انزلت عليه والمرسلات عرفا فنحن ناخذها من فيه رطبه اذ خرجت علينا حيه فقال اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقاها الله شركم كما وقاكم شرها. وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. قالا: حدثنا جرير عن الأعمش في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا أبو كريب، حدثنا حفص يعني بن غياث، حدثنا الأعمش عن إبراهيم. عن الاسود عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حيه بمنى. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمثل حديث جرير وابي معاويه. وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السرح اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني مالك بن انس عن صيفي وهو عندنا مولى بن افلح اخبرني ابو السائب مولى هشام بن زهره انه دخل على ابي سعيد الخدري في بيته قال فوجدته يصلي فجلست انتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحريكا في عراجين في ناحيه البيت فالتفت فاذا حيه فوثبت لاقتلها فاشار الي ان اجلس فجلست فلما انصرف اشار الى بيت في الدار فقال اترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فكان ذلك الفتى يستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصاف النهار فيرجع الى اهله فاستاذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فاني اخشى عليك قريظه فاخذ الرجل سلاحه ثم رجع فاذا امراته بين البابين قائمه فاهوى اليها الرمح ليطعنها به واصابته غيره فقالت له اكفف عليك رمحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي اخرجني فدخل فاذا بحيه عظيمه منطويه على الفراش فاهوى اليها بالرمح فانتظمها به ثم خرج فركزه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى ايهما كان اسرع موتى الحيه ام الفتى قال فجئنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له وقلنا ادعوا الله يحييه لنا فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال ان بالمدينه جنا قد اسلموا فاذا رايتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثه ايام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فانما هو شيطان وحدثني محمد بن رافع حدثنا وهب بن جرير بن حازم حدثنا ابي قال سمعت اسماء بن عبيد يحدث عن رجل يقال له السائب وهو عندنا ابو السائب قال دخلنا على ابي سعيد الخدري فبينما نحن جلوس اذ سمعنا تحت سريره حركه فنظرنا فاذا حيه وساق الحديث بقصته نحو حديث مالك عن صيفي وقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البيوت عوامر فاذا رايتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا فان ذهب والا فاقتلوه فانه كافر وقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني صيفي عن ابي السائب عن ابي سعيد الخدري قال سمعته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينه نفرا من الجن قد اسلموا فمن راى شيئا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثه فان بدا له بعد فليقتله فانه شيطان باب استحباب قتل الوزغ حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينه عن عبد الحميد بن جبير بن شيبه عن سعيد بن المسيب عن ام شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. وفي حديث ابن أبي شيبة أمر. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج، حا. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، حا. وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان فأمر بقتلها. وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن لؤي، اتفق لفظ حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد. وحديث بن وهب قريب منه. حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ الفويسق زاد حرمله قالت ولم اسمعه امر بقتله وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في اول ضربه فله كذا وكذا حسنه ومن قتلها في الضربه الثانيه فله كذا وكذا حسنه لدون الاولى وان قتلها في الضربه الثالثه فله كذا وكذا حسنه لدون الثانيه حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ابو عوانه حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حا وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل يعني بن زكرياء حا وحدثنا ابو قريب حدثنا وكيع عن سفيان كلهم عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث خالد عن سهيل. الا جريرا وحده فان في حديثه من قتل وزغا في اول ضربه كتبت له 100 حسنه وفي الثانيه دون ذلك وفي الثالثه دون ذلك وحدثنا محمد بن الصباح حدثنا اسماعيل يعني ابن زكريا عن سهيل حدثتني اختي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة سبعين حسنة باب النهي عن قتل النمل حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان نمله قرصت نبيا من الانبياء فامر بقريه النمل فاحرقت فاوحى الله اليه: افي ان قرصتك نمله اهلكت امة من الامم تسبح. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيره يعني ابن عبد الرحمن الحزامي. عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الانبياء تحت شجره فلدغته نمله فامر بجهازه فاخرج من تحتها وامر بها فاحرقت في النار قال فأوحى الله إليه فهل نملة واحدة؟ باب تحريم قتل الهرة، حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع، عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عُذِّبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحدثني نصر بن علي الجهضمي، حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، وعن سعيد المقبوري، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل معناه. وحدثناه هارون بن عبد الله وعبد الله بن جعفر عن معن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحدثنا أبو كريب حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة لم تطعمها ولم تسقها، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. وحدثنا أبو كُريب حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا هشام بهذا الإسناد. وفي حديثهما: ربطتها، وفي حديث أبي معاوية: حشرات الارض وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال قال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام بن عروه وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو حديثهم. باب فضل ساق البهائم المحترمة وإطعامها. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرًا، فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في هذه البهائم لاجرا فقال في كل كبد رطبه اجر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر عن هشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه بغيا رات كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركيه قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به. فسقته إياه فغفر لها به